أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. وصفهم الكثير من النقاد أنهم أهل السرد والبيان، وكذلك لم يبخل عليهم الكثير من النقاد بوصفهم أهل الفصاحة والحصافة والصحافة، وكذلك أهل القصيدة، وإن كانوا كثيرا ما يعبرون عن طباعهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وعن جذورهم في القصيدة، إلا أنها لم تخلو من الانتماء للجسم الذي يضمهم وهم جزء أساس منه لا ينفصل عنه. إنهم أهلنا في المغرب العربي، تلك المادة التأسيسية للكل العربي التي لا تنفصل عن العرب جغرافية ولا تاريخا. مشاهدينا الكرام، شاعرنا هو شاعر برع في الدفاع عن العربية تماما كما برع في الكتابة بها وعنها ومحبة فيها وفي أهلها. ضيف هذه الحلقة معنا عبر الإنترنت من المغرب الشاعر الأستاذ مصطفى المسعودي. حيا الله أستاذ مصطفى، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. حياك الله أخي الشاعر الإعلامي المقتدر مصطفى بطر. أنا سعيد جدا بأن أكون في هذه القناة الرائعة، قناة الحضارة، قناة الرافدين. هذا شرف لي، مرحبا بك في بلدنا وبلدكم المغرب. ومرحبا بك من خلال هواء الرافدين أستاذ مصطفى، سعدنا باستضافتك في هذه الحلقة من بيت القصيد. ومن المحتمل أو من المؤكد، دعنا من الاحتمال، من المؤكد أنها ستكون حتما رائعة، من الحتمي وليس من المحتمل. في البداية أستاذ مصطفى، حبذا لو تحدثنا عن حضرتك في حدود ما تود أن نعرف، تفضل. طيب أخي مصطفى، مصطفى المسعودي، أنا إنسان بسيط جدا، واحد أو جزء في هذا النسق العربي الإسلامي الضخم والحضاري الرائع جدا. مصطفى المسعودي من مواليد الهامش في المغرب، منطقة الريف، هناك في قرية نائية جدا هي تغدوين. كان ميلادي في 1965، السرقة الأولى. ثم شاء القدر أن أمتد في المغرب، حاصل على شهادة دكتوراه في الأدب في الشعر المغربي المعاصر سنة 2003، وأنا رجل تعليم وأمارس الشعر بجنون. ما شاء الله، يعني هذه من البدايات المبشرة بأن الحلقة ستكون مميزة جدا، وأنت الدكتور في العربية والبارع فيها. نذهب مباشرة إلى التصادم، لكنه تصادم إيجابي، الهدف منه الخروج بالكثير من المعلومات المفيدة التي من خلالها نتعرف على واقعكم، على مجتمعكم، وكذلك بطبيعة الحال مثل هذه المعلومات ستؤدي بإحداث الفائدة لدى عموم جمهور الشعر العربي في كل مكان. أستاذ مصطفى، عن انطباعك الشخصي بواقع اللغة العربية في بلادكم المغرب، تفضل وتحدث بكل ما تحب أن نعرفه، تفضل. طيب أخي مصطفى، أنا أصولي أمازيغية ريفية، أنتمي إلى قبيلة بني برياغ، ونشأت في أسرة عرفت بالجهاد ضد المحتل الفرنسي والإسباني، وكان جدي رحمه الله قائدا في جند عبد الكريم الخطابي. إذا نحن أمازيغ مغاربة، ولكن كما يسمون قبيلتنا نحن أبناء الصحابة. أصولنا أنا من بني حذيفة التي يردها الكثير إلى الصحابي الجليل حذيفة بن يمان. إذا نحن آمنا باستمرار على أن عمقنا الاستراتيجي هو العمق الحضاري الإسلامي، ونحن المغاربة الأمازيغ والعرب والأندلسيون نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الضخم وهذه الحضارة العظيمة جدا. يا سلام. وكان لدينا وسيكون لدينا إسهام كبير جدا في إعادة هذه الحضارة إلى الحياة. أحسنت، أحسنت كثيرا دكتور مصطفى، يعني أنت أمازيغي ولكنك تحامي عن العربية أكثر من أهلها أحيانا. أكيد. ما سر هذه المحاماة؟ الحضارة هي حضارتنا وانتماؤنا أيضا، ليس بالمعنى العرقي ولكن بالمعنى الحضاري. أحسنت. فالعروبة هي أضخم من أن تكون عرق، فنحن عرب أمازيغ مغاربة أندلسيون وغيرها ضمن حضارة كبيرة هي الحضارة العربية الإسلامية. يا سلام، يا سلام. أتونا بعد قليل على أسئلة لا تقل يعني حدة وصداما إيجابيا عن الأسئلة السابقة، لكن قبل ذلك حبذا لو تفتتح لنا هذه الحلقة من بيت القصيد بأبيات شعرية تحبها، بأبيات لك، بقصيدة
بما ترغب أن نستمع إليه من شعر. تفضل دكتور مصطفى المسعودي. أنا من المحبين جدا لعبد الطيب وتنجي بفخر. أقول: من عادتي أن أخط الشعر في اللحن، الشعر لي مرغما لو كان في السحب، أنا الذي أزهر الريحان في لغتي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. الحب يكتبني والحزن يعرفني سحقا، وتجهلني عرافة العرب، الشعر لي فاقرأ الأضداد منبهرا، يساقط السحر كالمرجان من كتبي. واقرأ ملامح ذاتي ها هنا لترى كيف الحروف مضت جسرا من التعب، مضت روحي لها منذ الصبا، فغدت تحيا بذاتي بلحم مهجة عصبي. الجن من خدمي والسر في ألمي، والشمس إذ بزغت ناديتها اقتربي، أنا الرومانسي حين الحزن يقتلني، واحذر لظى قلمي في ثورة الغضب، أنا مركب عشق مهجتي اختنقت في بنية بنيت زورا على الكذب. في بنية بنيت زورا على الكذب. أحسنت كثيرا دكتور مصطفى لفضفوك. ربما هذا البيت، بيت القفلة، يأخذني إلى سؤال يعني يتفق إلى حد ما مع هذا البيت الختامي في قصيدتك الطيبة الجميلة العالية التي ألقيتها على مسامعنا قبل قليل. يعني لنتحدث الآن عن رؤيتك بخصوص العودة من الباب الواسع إلى حضن العروض والشعر المتوارث، وكيف أن الشباب اليوم يهتمون به وبشكله التقليدي المعروف، عن رؤيتك بهذه العودة الحميدة. يا أخي مصطفى، هي عودة حميدة وهي عودة إلى الأصل. أنا أعتبر أن الفهم في واقع الأمر لحضور الشعر في ذواتنا الحضارية في العديد من الحالات يكون فهما غير صحيح. نحن أمة شاعرة، الله سبحانه وتعالى ربما احتبى أو اختار هذه الأمة للكلمة، فالحضارات بطبيعتها تنبني على مجموعة من الركائز في إثارة وإشباع ذائقتها الفنية. مثلا لو أخذنا الحضارة الرومانية، هي حضارة تميل إلى الحركة نوعا ما، إلى المسرح، إلى نوع من، ولكن الحضارة العربية الإسلامية تقوم على السماع، صحيح، على الكلمة، على البيان، وبالتالي فالشعر له حضور كبير جدا في ذواتنا. الشعر العربي له قواعد، له أصول، له تاريخ، وقد مر بمدارس كبيرة جدا، كانت أجمل وآخر مدارس هي مدرسة تفعيلة. أنا أعتبر بكل صراحة أن القفز في اتجاه النثر ومحاولة خلط الشعر بالنثر مع ما سمي بحركة حدثة كان قفز للفراغ، وبالتالي أخذت ما يكفي من الوقت مع أدونيس وسعد يوسف ومحمد بنيس وغيرها، ثم بيّنت نوع من الفشل، وصلت إلى نوع من النثرية الفجة التي لا تبشر بأفق. واليوم أن يعود الشباب إلى الجرس الموسيقي الخليلي بتطوير أندلسي وغيره، هذا شيء عادي جدا، هي حياة للشعر بعد أن كان تقريبا في حالة الموت. أحسنت كثيرا دكتور مصطفى. قبل أن نعود إلى الشعر مجددا، لكن هل تعتقد أن هناك فعلا أزمة أو عزلة تحجب القارئ عن الشاعر؟ من المسؤول عن هذه المشكلة إن كانت موجودة باعتقادك؟ أكيد هناك عزلة، لأن مع حركة الحداثة بين قوسين التي أخذت بطريقة نوعا ما فيها نوع من المباشرة في الترجمة مع جون بيرس وبيير ميشان وغيرها، كان هناك نوع من الانقطاع عن معنى الشعر في الذائقة العربية. نعم، الشعر عند الإنسان العربي المسلم هو شعر متلقي، فيه نوع من التلقي الواضح، وفيه نوع من الغنائية ومن نوع من الطربية، ولكن مع هذا الاتجاه النثري اتجه الشعر نوعا ما إلى الانكماش الذاتي وإلى حالة من النخبوية الكبيرة جدا، فضرب أهم عنصر فيه هو الإدهاش والتواصل وخلق نوع من الفرجة ونوع من الدهشة عند المتلقي، وهذا كان انعطافا كبيرا في الشعر، ولا سيما بضرب واحد من أكبر مرتكزاته وهو المرتكز الإيقاعي العروضي. فالشعر ما يميزه بالدرجة الأولى عن النثر هو جانبه الموسيقي الزمني،
لكن ولا يمكن أن العروضيين أو الذين يعني ينتهجون نهج الكتابة يعني الموروثة، الكتابة على بحور الخليل، هم ضد رميهم ومن يرميهم بأن القصيدة الخليلية لا تتضمن الإدهاش، ليست مجنحة، ليست قصيدة محلقة، لا تتضمن الكثير من المحسنات أو الخيال الواسع والمفتوح. يعني هم ضد رمي القصيدة الخليلية بأنها قاصرة. أنت مع هذا هذا صحيح. أكيد؟ الخليل أحمد رحمه الله وضع منطلقا، وضع إطارا، وهذا الإطار الموسيقي قابل جدا للتطوير، ومجرد إطار واسع يمكن أن يأخذ أبعاد موسيقية جد متعددة، جميل وبالتالي جميل، ما فيكون معنيته أن هذا القالب لا يحد من الإبداع ولا من حرية المبدع. أكيد لا يحد، بالعكس ويعطيك فضاءات أكبر وقابل للتطوير، مع كما قلت لك الساعة نعم، التفعيلة، إذا فليس إطارا جميلا. أحسنت كثيرا. الآن من جديد نود العودة إلى شيء من القصيد أو إلى قصيدة، دعنا من لفظة القصيد لأن هناك من يقول إن لفظة القصيد ليست من العربية الفصيحة، وإن كان الدارج عند الناس أحيانا يصح أن نعتبره أو أن نعده فصيحا طالما أن ألسنة الناس فصحته وأفصحت عنه. دكتور مصطفى، خذنا إلى قصيدة جديدة، إلى قصيدك من جديد. إن شاء الله. طيب أخي مصطفى، أنا شاعر أتفاعل بعواطفي وجوارحي مع جراح الأمة، جميل، وآخر جرح وهذا ما نبحث عنه. رشة جوز المين وجرح جنين، وبالتالي لا يمكن أن تمر حادثة مثل حادثة جنين دون أن أكتب عنها. وبالتالي لدي نص شعري تفضل. قصير نسبيا حول جنين. من أين يأخذ عطره الشرف؟ لا ينحني مهما العبا قصفوا. الله، الليل داج واللظى غاصت به ركب لفرسان وما نزفوا. في كفة وقف السرات بعجزهم، وجنين في كف الردى تقف. سبحان من جعل المخيم قلعة من بطشها الأعداء ترتجف. الله، وحدي ومن تاجروا بدم مضوا خلف الخيانة حينما انحرفوا. أبكي صلاح الدين، أبكي صلاح الدين مرت خيله، فاهتزت الأسوار والصحف. يا أمة خذلت صهيل جيادها، أين الإمارة والدين والشغف؟ أين الدم القدسي سال ممزقا؟ هل مات فينا الأسد وانصرفوا؟ يا الله، لا، لن يمروا، فالزمان مغاير وجنين في البركان منعطف. أدي شبابا عبقريا باسلا يمضي من فرده، فيا أسف. نسأل الله أن يحسن هذا الحال وأن ينصر أمتنا الإسلامية والعربية وأن يعيد لها مجدها ورفعتها وسؤددها، وأن ينعم بالأمن والأمان على المنطقة ككل، على كل المسلمين وكل من يعني يلتزمون إنسانيتهم بحق لا باللغة التي تكون خالية من مضامينها فعلا. أحسنت دكتور مصطفى. الحديث الآن مختلف قليلا، التذريريون إن صح هذا التعبير وهذا المصطلح، التذريريون الذين يسعون إلى تدمير العربية وزعم أن الشعر بشكله المتوارث لم يعد مقنعا، قولك في قولهم؟ وهنا كما قلت سابقا أخي مصطفى بيت القصيد. أنا أؤمن أن الصراع الحضاري موجود، نحن حضارة، أمة لها مقومات ولها مرتكزات ولها طرق في الحياة ولها فلسفة ولها قبل كل ذلك دين ولها ذائقة. ومن بين مرتكزات الفن في هذه الحضارة كما قلت الكلمة. أكيد أننا استفدنا من كل الأنواع والفنون الأدبية بما فيها القصة، فنحن لا يزايد أحد علينا في الرواية. لدينا صورة بأكملها هي صورة القصص، والله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم
قدم عدد هائل من الأنواع الحكائية والقصص عن الأنبياء وغيرهم، ولكن مع ذلك يبقى الشعر دائما رافدا أساسيا وجوهريا في حياتنا، ولا يمكن البت أن يلغى، ولكن الشعر بمعناه الحقيقي، لأن الشعر كما قلت بنى الأمة العربية الإسلامية على جميع المستويات. الشعر كان حاضرا في التعليم، حاضرا في الوصف، حاضرا في السياسة، حاضر في الثقافة، وبالتالي هو اللغة ساهمت، حاضر في هزيج كرة القدم. ولا يمكن أن نأتي بجرد قلم ونلغي هذا التراث العظيم أو هذا المرتكز العظيم بدعوى أن الشعر انتهى. انتهى ربما في الغرب، الغرب لديهم طريقتهم في فهم الشعر، ولا يمكن أن يقدموا لنا دروسا في الشعر. نحن المتنبي، نحن الفرزدق، نحن ابن زيدون، نحن أهل الحضارة، وهم أخذوا كل شيء عندنا في الشعر. ولا يمكن أن نتخذهم أساتذة لنا في هذا المجال، يعطونا دروسا أين هو الأجمل على مستوى الذائقة الإنسانية وغيرها. طيب الرواية أخذت بعدا، رغم أن كما قلت أننا كنا أسبق في العديد من المسائل السلبية، أخذت بعدا معينا، ولكن ليس من حقهم أن يصدروا الشعر منا، أحسنت أن يجعلوه في العرش أو في دائرة الموت. يا سلام، أحسنت كثيرا دكتور. إذن ابتدعوا ما شئتم من قوالب تسمونها فنية، تسمونها إبداعا أو شكلا أو جنسا أدبيا جديدا، لكن لا تقتربوا من حمانا، هذا الحما الضارب في جذور التاريخ منذ أكثر من 15 قرنا، لا يحق لأحد أن يتطاول عليه فيرميه بالدونية. أحسنت دكتور مصطفى، سنأخذ استراحة قصيرة وأكيد متواصلون معك، ابقى معنا مشاهدينا الكرام. نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا متواصلين وإياكم في هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد. معنا عبر الإنترنت من المغرب الدكتور الشاعر مصطفى المسعودي. أهلا بك دكتور مصطفى من جديد. وقبل العودة إلى الشعر، ما المطلوب اليوم حتى يعود الشعر العربي متألقا وصاحب ريادة كما كان سابقا ويواصل مسيرته؟ ما المطلوب؟ أعتقد أخي مصطفى أن المطلوب الحمد لله الآن في الساحة انطلق، هناك وعي جديد، هناك إسقاط للعديد من المتعاليات والعديد من الأشياء الجاهزة، هناك شعور بأننا أمة نملك قدرة على الإبداع، وأن الغرب ليس هو المثال الأوحد، وهذه إرهاصات جيدة جدا على الولادة الجديدة لأمتنا. جميل جدا، لكن كيف يمكن أن نعود بجمهورنا العربي إلى أصالة الكلمة؟ ما الذي نحتاج إليه في وقت كثر فيه المدعون؟ تفضل. طيب هذا سؤال جد جوهري، لأن المطلوب الآن نحن في زمن العولمة وزمن الصورة وزمن الإعلام. الملاحظ أن التيار الآخر، التيار المتغرب المؤمن بالغرب كحضارة وحيدة، له إمكانات هائلة على المستوى اللوجستيكي والإعلامي، نعم، في حين على مستوى أبناء الأمة الشرفاء محاصرون مقيدون إعلاميا، هناك اضطهاد لهم وحضورهم باهت. إذن هنا لابد من مضاعفة المجهود بشكل أكبر في العديد من الأصوات الجيدة، هي في الهامش أو هامش الهامش. إذن لابد هنا من بذل مجهودات أكبر في هذا المجال. أحسنت كثيرا دكتور مصطفى. خذنا الآن إلى قصيدة جديدة تود أن نسمعها وموضوع مختلف، أو اقرأ علينا ما تحب، تفضل. طيب جيد، أنا أخرج نسبيا من النغمة السابقة، لأن كما قلت أكتب الشعر القصيدة فضل العمود، وأكتب أيضا شعر التفعيلة، ولا أؤمن بشيء اسمه شعر نقد. تفضل. رسم صرخت بنتي وبأعلى ما في نبرات الصوت، بابا أرسم لي في الأوراق هنا بالدفتر وجه الغول. دونت على الدفتر خربشة في شكل سحاب، قالت لكن أين الغاب؟
وأضفت مزيجا من أشكال في حجم ذبابة. قالت: أين الوحش؟ أرني رأسه، أرني أنيابه. وأضفت خطوطا يلزمها ستران. قالت: ما هذا؟ قلت: القضبان. قالت: ولماذا القضبان؟ ألحبس الوحش؟ قلت: لحبس الإنسان. يا الله. قالت بنتي وبأقصى عصبية: بابا تستهزئ بي، ما أنت رسمت فليس بغول، ليس بوحش، ليس سحابة، ليس ذبابة، ما أنت رسمت عليه ملامح الإنسان. عجبا عجبا، لا تفصل حتى بين الوحش وبين الإنسان. أخذت بنت القلم، رسمت وحشا قزما، يحمل في يده علما، يقطر ظلما ودما، ما بين يديه استخفت دول الدنيا أمما أمما. قالت: انظر انظر، هذا العود وهذا الشيطان. يا الله يا الله، لا فضّ أفوك دكتور مصطفى، أحسنت أحسنت كثيرا دكتور مصطفى. حتى شكرا. تظل العربية صافية لا تقبل التشويه كما تعلم لابد من جهود، ماذا عن الدور الرسمي في منطقتنا العربية؟ وهنا نقصد المسؤولين من أجل تثبيت العربية في وعي الجمهور، تفضل. جيد أخي مصطفى، في الحقيقة أكيد أن هناك جهود مشكورة للشرفاء في الوطن العربي الإسلامي ولا يمكن أن ننكرها، ولكن أيضا هناك قصور كبير في العديد من الدول وفي مجالات أخرى. مثلا نحن في المغرب هناك المعاناة الحقيقية للغة العربية، وهناك امتداد سرطاني للفرنكفونية التابعة لفرنسا حاضرة في كل شيء، وهي اللغة المؤهلة، وهي اللغة لغة الوظيفة. أما اللغة العربية فغالبا هي لغة مهمشة، والآن هناك تهميش أكبر ولا تحضر إلا كلغة لوظائف محدودة جدا. للأسف اللغة الحاضرة بقوة هي الفرنسية على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وغيرها وفي النخبة بالدرجة الأولى. لكن هذا عندكم في مشكل المغرب حقيقي. مثلا، عندكم في المغرب مثلا مؤخرا جرى اعتماد قرار، يعني إقرار قرار يعتمد اللغة العربية بالمعاملات الرسمية والخطابات والمداولات، ومحاولة تجنب فكرة أن تكون لغة الاحتلال الفرنسي سابقا هي اللغة الأولى وإنما اللغة العربية هي اللغة الأولى، هذا جرى مؤخرا في المغرب، ما رأيك فيه؟ هذا يبشر بخير أليس كذلك؟ اتجاه، هناك محاولات، هناك احساس بان اللغه الفرنسيه اصبحت لغه عاجزه امام الانجليزيه وغيرها، وهذه خطوات محموده، هناك اتجاه نحو الانجليزيه في المغرب، نعم. ولكن رغم ذلك تبقى اللغه الفرنسيه لحد الان لغه حاضره بقوه في التعليم وفي التاهيل كما قلت على مستويات عليا. أحسنت. هناك نضالات لجمعيات تحاول ان تدافع عن اللغه العربيه، ولكن ما زال المجهود يتطلب عملاً أكبر. أحسنت كثيرا ضيفنا من المغرب عبر الإنترنت دكتور مصطفى المسعودي، الشاعر الجميل والناقد المتميز. لابد من استراحة الآن، سنخرج إلى فاصل مشاهدينا الكرام، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم أينما كنتم أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من المغرب الشاعر الدكتور مصطفى المسعودي. حيا الله دكتور مصطفى مجددا. يعني قبل أن نعود إلى الشعر دعني أخذك إلى سؤال مختلف، يعني كثرة الكتابة بالعربية في منطقتنا هو فعل جميل، هذه الكثرة جميلة ولكنها تحتاج ضوابط، بعض هذه الضوابط من وجهة نظرك الشخصية، أخبرنا عن بعض الضوابط التي ينبغي على محبي العربية وهذه الكثرة التي تكتب بالعربية عليها أن تتقيد بضوابط، منها تفضل. أكيد أخي مصطفى، هناك مشكل كبير الآن في الساحة العربية الثقافية بالدرجة الأولى. هناك امتداد لما يسمى بالرداء والتفاؤل، بحيث أن إلغاء الضوابط على مستوى الكتابة السردية الروائية وإلغاء الضوابط على مستوى الكتابة الشعرية يجعل اختلاط الحبيب النابل، وبإمكان أي أحد أن يكون شاعرا
وبإمكانها أن يكون روائيا. نعم. وأنا أتألم كثيرا في الحقيقة حينما أرى أعمالا بذيئة جدا يتم الاحتفال بها لغاية ما، وتترجم إلى لغات وتقدم كما لو أنها هي المثال للشباب. للأسف. وهذا يحزن، ليس فقط على مستوى الكتابة الخالية من الأخطاء، بل حتى في جميع المضامين لا تعكس فنا معينا كالرواية كالشعر. وهذا يتجه بنا فعلا مع كامل الأسف إلى ما قاله الكاتب الإيطالي إلى زمن الرداءة، وهو الخطر الأكبر الذي يهدد الفن والأدب في البلاد العربية. أحسنت كثيرا. قبل أن نعود إلى الشعر دكتور مصطفى، أسألك سؤالا يعني طرحه كثيرون من متابعيك من محبيك، وربما يقتضي التوضيح هنا، وأنا أسألك السؤال بنية حسنة والله، ولك أن توضح وتجيب بكامل حريتك. دكتور مصطفى، ما هي مشكلتك مع أدونيس؟ لا أخي مصطفى، لاحظ، ليس لدي مشكل شخصي مع أدونيس. أنا استفدت بالحقيقة وأنا طالب من أدونيس. الحقيقة أنا لدي اختلاف بين مع التوجه الذي صار فيها أدونيس. أولا على المستوى الأيديولوجي، ففي الخرجات الأخيرة لأدونيس هناك هجوم حقيقي على قيم الأمة، واضحة في العديد من الندوات. أحسنت. التي جدار حقه، ولكن من حقي أيضا أناقش. وعلى المستوى الشعري أرى أن تجربة أدونيس النثرية أفسدت الشعر. لكن ليس من حقه أن ينتقص من حضارتنا، ليس من حق أدونيس ومن هو أعلى من أدونيس أدبا ونتاجا وتاريخا، ليس من حقه أن يتطاول على موروثنا، أن يرميه بالعجز والقصور، ليس من حقه. نحن نقول من باب الحوار يعبر عن رأيه، ولكن من حقنا أن يعبر عن آرائنا أيضا. نعم. إذن علي أن يقبل. أحسنت كثيرا دكتور. كيف للشعر إذن بعد هذه الإجابة المقتضبة الواضحة من موقفك من أدونيس، كيف للشعر في زماننا أن يواصل ريادته إكمالا على ما بدأه الأسلاف؟ أي بقى كيف هو أخي مصطفى؟ بدعم هذا الفن العظيم، بمثل هذه اللقاءات الجميلة التي في بيت قصيد، بحضور الشعراء الحقيقيين، بالحضور الدولي لهم كما يفعل الآخرون، بهذا يمكن. نعم. أن يتحرك من جديد. أحسنت. خذنا إلى الشعر من جديد يا دكتور مصطفى، اشتقنا لنسمعك مجددا، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ تفضل. أخرج قليلا من الحزن إلى الأمل، وبالتالي سأقرأ قصيدة. تفضل. من شعر التفكير بعنوان غزل. ودعنا ندخل قليلا في مجال نوعا ما يلغي الحزن. نحن نسمعك. فقست من السحر في عينها سنبلة، قطفت من الياسمين على خدها السنبلة، ومن ضوء ألماسها في خدها السنبلة دخلت لبيت الحزين، جلست على كرسي الخيزران كآخر عزف رفته دموع الترشيك نزبا والمثقلة. جلست، نهضت، ذهبت، أتيت، فتحت جدار المرايا، انفجرت، فذاك الجمال الذي قد قطفت ودون درايتها كان في حقيقته قنبلة. ما شاء الله عليك يا دكتور مبدع دائما، نسأل الله لك التوفيق في مشروعك الشعري وكذلك في مشروعك النقدي الذي لا تزال تشتغل عليه، إكمالا في النقد وإكمالا في قراءة واسعة يعني الرؤية في المجال العربي ورأيك، أو في المجال الشعري العربي ورأيك في هذه المسألة. ما الحل مع المتطفلين على اللغة دكتور مصطفى، خصوصا منهم الذين لا يرون تطورا للشعر العربي إلا إذا لبس القبعة الأجنبية، رأيك في أولئك؟ الحل والحضور. فحينما تحضر الشمس كما يقول الشاعر، أنت شمس والملوك كواكب، إذا بزغت لم يبدو منهن كوكب. الحضور فحينما تحضر الشمس تغيب مثل هذه الطفيليات التي تحاول أن تركب على الفن. يا سلام. هكذا رأيي.
هذا رأي مسالم وفيه يعني حل سلس مرن عذب هين لين خفيف. مع أخي مصطفى عدم من النقاش بإمكانكم أن تواجهوا المتطفلين بتقديم من يستحقون من الشعراء الحقيقيين. أحسنت دكتور. طيب ألا تظن أن هناك من يسعون حثيثا إلى تفريغ اللغة العربية من مضمونها للانقضاض على تراث الأمة مجتمعة؟ أجب بكل صراحة. أخي مصطفى هناك مؤامرة على أمم هذا الموضوع ضد الأمة العربية كنموذج حضاري. الأمة العربية هي في الحقيقة تحمل مشروع حضاري ضخم، وهي الحضارة التي ألغت النموذج الغربي في القرن السادس. والآن هناك كل مؤشرات إلى أن الحضارة الغربية ما بعد الحداثة دخلت في السبيل، دخلت في العبث، لم تعد لديها ما تقدمه للبشرية، وبالتالي نحتاج إلى بديل حضاري لجميع المستويات. الحضارة التي وصلت إلى المثلية وإلى الكوارث العظمى لا يمكن أن تقدم شيئا للبشرية اليوم على مستوى القيم وعلى حتى على مستوى المادة. إذن فالمطلوب هو إنقاذ البشر من هذا السبيل الذي وصلته الحضارة، والمؤهل دائما لأن يلعب دور القيادة والإسلام في هذا بشهادة المصرفين في الغرب. أحسنت كثيرا دكتور مصطفى، لكن ماذا عن الأنشطة الثقافية التي ينبغي أن ينظم لها في يعني مختلف الدول العربية؟ هذه الأنشطة الثقافية إذا ما كانت مدعومة من وزارات التربية، من وزارات الإعلام، من وزارات الثقافة، ألا يمكن أن تسهم وإن بشكل محدود بالحفاظ على هويتنا وتراثنا؟ أكيد أنها مطلوبة أن تسهم. دور وزارة الثقافة والجمعيات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ينبغي أن تقوم بدورها، ولكن لا بد أيضا من معركة كبيرة في بلداننا العربية الإسلامية، هي معركة بناء ديمقراطيات حقيقية. مشكلتنا الحقيقية، وأنا هذا مشكلتي حتى في بلدي، هو غياب الديمقراطية في هذه البلدان، غياب الجو السياسي الذي يسمح للجميع بالمشاركة، وهذا في الحقيقة يقتل المجتمع ويجعله في هامش الهامش، وهي مشكلتنا الحقيقية التي أدت إلى كوارث في جميع البلدان العربية. حتى لا بد من حضور السياسي الحقيقي، حتى يهيئ الشاعر غيره من الناس إلى فكرة الحرية عليه أن يعيشها أولا ويلمسها واقعا. خذنا إلى الشعر مرة أخرى دكتور مصطفى، تفضل، نريد أن نسمع منك الجديد. أعود إلى القصيدة وإلى نوع من الأمل أيضا في هذا الواقع العربي. تفضل. أريد أن نفتح الأمل. وقفت على جسر المشانق أنظر، وقلبي رماد والشعور مبعث. حبذا لو تستريح بجلستك قليلا إلى الخلف دكتور، تفضل. وقفت على جسر المشانق أنظر، وقلبي رماد والشعور مبعثر، وصوت يقول اليوم تمضي متوجا، وصوت كما الرؤيا يقول ستغدر. وقفت وما في الحتف بد لواقف، وفي الأفق صخر لجماجم يقطر، وكان المدار العنجهي معسكرا، وكل جهات الروح طوق وعسكر، تفاصيل شتى في الخيال تزاحمت، ظهور فراشات وطفل ودفتر، بقايا أغان من زمان مبعثر، وحقل من الريحان ينمو فيقبر. ذكرتك والأطياف تمضي كغيمة، وفي البال أن الغيم حتما سيمطر. ذكرتك وأن الدخان وفي والأطياف تمضي كغيمة، وفي البال أن الغيم حتما ستمطر، وأن من الدخان جسرا سيرتني زوارق من نور، عليها سنعبر. تركنا ضباب البحر رهوا وراءنا، ورعب صراخ كالأفاعي يزمجر، تركنا تهاويل الظلام ودمعها، وقد لاح للإصلاح جسر ومعبر. وقد لاح للإصلاح جسر ومعبر، نرجو أن نجد هذا الجسر فنعبر جميعنا إلى بر الأمان، وعسى أن يكون هذا قريبا. أحسنت تنبؤا وأحسنت قولا وشعرا دكتور مصطفى. إلى سؤال يعني أريد إجابة صريحة منك ما استطعت إلى ذلك سبيلا عليه،
ما الذي تريده من الشعر بكل صراحة وبساطة؟ تفضل بالإجابة. أخي مصطفى، الشعر ثورة، الشعر تغيير، يغير الإنسان في أعماقه في شعوره. أريد للشعر أن يقود هذه الأمة إلى جانب كل مشاعرها التي بدأت تنهض. علينا أن نشعل مصباح الشعر لكي ينير. هذا ما تريده له يا دكتور، هذا ما تريده للشعر أنت، لكن سؤالي ما الذي تريده أنت من الشعر؟ لا أريد شيئا من الشعر، أريد أن أكون درويشا صغيرا تحت مظلته، أعيش أتوسد ربوة كقيس ثم أموت إذا جاء القدر. يا سلام. طيب لنعكس السؤال يعني بطريقة شعورية مختلفة. نعم. ونقول ما الذي يريده الشعر من الدكتور الشاعر مصطفى المسعودي؟ ما الذي يريده الشعر منك باعتقادك؟ يريدني أن أكون فارسا من فرساني. يا سلام. أن أعز له جماليته، أن نكون على نهج حسان بن ثابت والمتنبي والمنفار وغيره. يا سلام. أن نشعل ضوءه، هذا ما يريد الشعر. يا سلام، ما أجملك يا دكتور. طيب إجابة محسوبة عليك، وهي إجابة للتأريخ، من ناقد عربي، من ناقد أمازيغي، من ناقد مغربي ينتمي إلى العربية ولا ينفصل عنها ويرى أنها امتداد لجذوره الحضارية، فهي وحدة واحدة، وإنما اللغة والعرق هو جزء بسيط من هذه الوحدة الأشمل والأعمق والأهم والأكبر. رسالة تكون واضحة ومسجلة عليك دكتور مصطفى كناقد وشاعر، كيف يمكن لنا مواجهة المؤامرة التي تحاك ضد الشعر العربي بصورته الموروثة؟ كيف نواجه هذه المؤامرة على الشعر التقليدي بين قوسين؟ أنا أدعو كل الأحبة الشعراء إلى أن يكتبوا أكثر، ولا سيما الشباب، إلى أن يقرأوا أكثر، إلى أن يتوسعوا، إلى أن يحضروا، إلى أن يعلموا أن الشعر هو قدرنا وفننا الأول. يا سلام. لابد أن نحترم قواعده، فلكل فن قواعد، لا يمكن أن نخلط بين الشعر والنثر، الشعر شعر والنثر نثر. أكيد أن الكتابة هنا ستكون صعبة، ولكن لدينا مخزون قيمي وجمالي كبير جدا بالمشرق، بالأندلس، بالمغرب، بالشرق، بالغرب، روحي صوفي، يمكن أن نستثمره لإبداع ما هو جديد. لا ينبغي أن ننقاد وراء السهل المغري بين قوسين، فنكتب خواطر نسميها شعرا. الشعر مكابدة وألم مع العروض، مع الموسيقى، مع الخيال، مع كلها، وينبغي أن نصمد ونصبر وأن لا نتسرع في قطف هذه الثمرة الشعرية من شجرته الوارثة. أحسنت كثيرا دكتور مصطفى. عادة ما أقول إذا استطعتم أن تقنعوني أن هدفا ما جميلا أحرزه كريستيانو رونالدو مثلا هو تماما لوحة من لوحات الفنان العالمي فان غوخ، حينها بإمكانكم أن تقنعون أن النثر هو الشعر، وهذا لا يصح ولا يجوز في أعراف البشرية وفي قيم ومدلولات الأشياء، وهذا ينطبق بدوره على الفنون التي يعني ورثها أبناء الحاضر من أسلافهم ويكملون عليها بطريقة تعززها لا بطريقة تشوهها أو تجعلها يعني للأسف نهبا لكل من هب ودب على الطريق. قبل أن نختم يا دكتور، نريد قصيدة تكون عيدا لهذه الحلقة ومسك ختام. اقرأ علينا القصيدة التي تود أن تكون قفلة لهذه الحلقة. إن شاء الله أعود إلى فلسطين. تفضل. وأعود إلى ملحمة النصر التي يسطر باستمرار أحبابنا. تفضل. فرحت كثيرا في غزة وهي تواجه الوحوش، وكتبت كثيرا في الحق عن فلسطين منذ بداية الشعر. نعم. ملحمة النصر. الله، وهذه مكتوبة بمناسبة بحر المجاهدين بغزة للهجمات المتكررة للصهاينة. تفضل دكتور. الله أكبر، ذل الوحش وانبحر، أغمض عيونك في بحر السنا لترى، ترى على دفقة الألوان ملحمة بغزة ارتسمت أطيافها دررا. رباه، هل عاد جيش الفتح من أبد،
كأنني أرى بين الفرسان عمرا، كأنني بين فرسان أرى عمرا. الله أكبر، هذه القدس قد خرجت تحيي القلوب وتحمي الحب والشجرا. يا سلام. كن أضاء إله الكون بهجته، فزلزل الدم سيف القتل وانتصر. هذه الطيور تغني شوقها فرحا، تحكي عن العطر أرخى النصر إذ عبر. هذه الطيور، كان الظلام كثيفا مد صرخته، لكن أسد الوغى مدت له قمرا. هي البداية نحو الشمس قد أزفت، سيكبر التين، كم للحظة انتظر. تتنتشي في ربى الزيتون فرحتنا، تعود عزتنا، إني أرى مطرا. أحسنت كثيرا دكتور. قبل الختام، حدثني عن مشروعك الشعري الخاص، يفضل أن تحدثنا الآن عن طموحك الذاتي وحلمك العام بشكل أوضح. تفضل دكتور. أخي مصطفى، أنا في حق رقمت عددا لا بأس به من الدواوين الشعرية للغة الناي خلف الرماد على أبواب القصر. ما أنا أكتب كثيرا، كلما شعرت بالحزن أو بالفرح أكتب. جميل. لدي كما قلت بعض روايتان أكتبهما، ولدي أيضا في الأرشيف هناك كتابات دواوين تحتاج وتنتظر نشر إن شاء ونسأل الله. الله لهذه المسيرة المكللة بالكثير من الإرادة والعزيمة الحديدية، نسأل الله لها أن تستمر. أمين يا رب. أوشكنا أو أوشك الختام أن يداهمنا دكتور، ماذا تود أن تقول في الختام؟ تفضل. ماذا أقول لكل الأحبة؟ أقول لهم أحبكم، أحب أهل العراق، أحب كل سوريا، أحب فلسطين، أحب كل هذه البلدان، أنا جزء منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني على هذا النهج إلى العطاء، ونلتقي جميعا في عالم آخر والعالم السلمي. أحسنت كثيرا دكتور. الحديث بنفس واحد، الحديث بحس إسلامي، بحس يتجاوز العرق إلى ما هو أوسع، أننا أصحاب حضارة واحدة. هذا ما ينبغي أن يكون رسالة الجميع، أنت توصي أبنائك دائما أن يكونوا أصحاب حضارة، وأن لا ينفصلوا، وأن لا يضيقوا واسعا، وأن ينظروا للأمة الإسلامية جمعاء على أنها وطنهم الواسع، وليس فقط من يتحدثون لغتهم، أليس هذا صحيحا؟ أكيد أكيد أخي مصطفى، هذا خياري، لا يمكن أن أنتمي إلى حضارة وهي حضارتي، يا حضارتي، ولا بد أن أدافع عنها، ومن حق الآخر أن تكون له الحضارة مني. وهذا ما يثبت أننا أمة تاريخ وصناع حضارة. شكرا جزيلا دكتور مصطفى المسعودي، ضيفي من المغرب العربي في بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام، في الأسبوع المقبل إن شاء الله نلتقي وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا كونوا في سلام وفي أمان الله.